شوف انا هذه المساله تاع المقاطعه ما يمكنناش نزيدوا في الطين بالله، لان اي بلد في الدنيا كلها الا وعندها مشاكلها، ماشي غير المغرب اللي عنده المشكل، كلشي تيعاني، من الميريكان من كلشي كلشي تيعاني المشاكل. انا صراحه ضد هذه المقاطعه، لان لان اي حاجه كدار في البلاد سواء كانوا مهرجانات ولا الا وكتعطي واحد النفس، واش حنا غادي نعيشوا مثلا عندنا مشاكل غنبقاو غير في المشاكل؟ ما يمكنش، يعني حتى النفسانيه ديال البني ادم غادي تزيد تدهور. ولهذا انا مساله المقاطعه ما كنشوفهاش، لان بعدا فيها واحد الجانب سلبي كبير. انا ملي كتقاطع راه كتقاطع بزاف ديال الحوايج، يعني راه كتقاطع واحد بنادم كتقسمو، فما ما يمكنش. الفرحه اللي كتحط القلوب ديال الشعب هذه ديجا حاجه كبيره، وما ننسوش بانه راه متنفس كبير ومزيان، وحنا كنعرفوا بان الفن راه هو المراه ديال اي بلد، وقد ما كانوا المهرجانات وقد ما كان يعني هذه الاحتفالات هكذا والكونتاكت مع الجمهور، فدائما الا وكتكون حاجه ايجابيه. فانا مع المهرجانات ومع الاحتفالات ومع يعني اي حاجه غادي تزيد واحد الحاجه وتعطي واحد الدعم للنفس ديال البشريه.